السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم في درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن تكنولوجيا، اذا تقنيه او التكنولوجيا. تحدث فيه عن الروبوتات في المستشفى وروبوتات في المنزل، نتعلم بعض المفردات والعبارات لتساعد من تطوير من لغتنا الانجليزيه. تكنولوجي، نحفظ الكلمة هذه. إذا دائما الكلمة إذا كانت طويلة أحاول الآن أقسمها. تكنولوجي، تكنولوجي. How does technology help people؟ كيف للتقنية أو التكنولوجيا أن تساعد الناس؟ لاحظ دائما تشكيل السؤال، نعرف نبدأ بـ WH word، يعني كلمة تبدأ بـ WH مثل what, why, where وهكذا. بعدين helping verb، إذا فعل مساعد. بعدين بيكون عندنا السبجكت الفاعل، بعدين يكون عندنا verb الفعل، بعدين بيكون عندنا تكملة الجملة. إذا هذا التشكيل السؤال، اسم استفهام وفعل مساعد، فاعل وفعل وتكملة الجملة. How does technology help people؟ إذن لتشكيل السؤال. What can they do that is different from people؟ أيضا لاحظ what اسم استفهام، لاحظ عندنا can helping verb، إذن can فعل مساعد، they فاعل مثل technology، they عندنا do الverb، بعدين عندنا complement تكملة الجملة. What can they do that is different from people؟ إذا ماذا يمكنها، يعني robots الروبوتات، that is يعني الذي يكون different from مختلف عن الناس، يعني الذي يقوم أو الذي يقوم به الناس. نحفظ كلمة different from مختلف عن. What can the robots do that is the same as people؟ إذن ماذا يمكن للروبوتات أن تفعل الذي يكون نفس ما يقوم به الناس أو ما يفعله الناس؟ نحفظ أيضا the same as، مثل أو نفس الشيء. The same as، different from. إذن how does technology help people؟ What can they do that is different from people؟ What can the robots do that is the same as people؟ إذا دائما من خلال الأسئلة أو من خلال التراكيب أو الكلمات أطور من لغتي الإنجليزية وأعرف كيف أسأل سؤال. Robots in hospitals، إذا روبوتات في المشافي. In hospitals, robots help doctors. A doctor sits at a computer and shows the robot what to do. In hospitals, في المشافي, robots help تساعد الروبوتات doctors، إذن أطباء. A doctor sits at، يجلس طبيب، at a computer، عند الحاسوب، and shows، ويظهر the robot what to do، ويبين للروبوت ماذا يفعل. In hospitals robots help doctors. A doctor sits at a computer and shows the robot what to do. The robot arms hold tiny tools and lights. The tiny tools can reach places that a doctor's hand can't reach, like inside a patient's brain. إذا دائما نبدأ من عند الفعل. تمسك، إذا hold arms
أذرع الروبوت تايني تولز. إذن تول أداة تولز أدوات تايني تولز أدوات صغيرة and light والأضواء أو الأنوار the tiny tools إذن الأدوات الصغيرة can reach يمكن أن تصل places أماكن that التي a doctor's hand أيادي الطبيب أو يدي الطبيب can't reach لا يمكنها أن تصل إليها like مثل inside داخل a patient's brain دماغ المريض لاحظ arms إذا هذه S الجمع أيضا tools S الجمع lights إذا S الجمع لاحظ reach نحفظها reach يصل إلى doctor's hands أيادي الطبيب مثل عندنا أحمد باك حقيبة أحمد نسميها possessive S الملكية أو نسميها genitive S إذن S الإضافة أيضا بدل أحمد doctors بدل باك hands إذن أيادي الطبيب ملكية مثل عندنا patient brain أيضا بدل كلمة patient أحمد نضع apostrophe S باك نفس التركيب إذا نسميها apostrophe S أو genitive S the robot arms hold tiny tools and light the tiny tools can reach places that a doctor's hands can't reach like inside a patient's brain أيضا انتبه can يستطيع cannot لا يستطيع ممكن اختصرها can't بهذا الشكل اذا نحذف ال n وال o اضع بدل عنها apostrophe بعدين t robots at home الروبوتات في المنزل scientists in Japan have built a robot to be a helper for people who are old or in wheelchairs لاحظ عند الفعل have built لقد ركب أو بنى أو لقد أنشأ scientist العلماء in Japan في اليابان a robot إذا الرجل آلي أو robot to be ليكون a helper مساعد for people للناس who الذين إذن هو تعود للذين who are old ليكونوا كبار في السن or أو in wheelchairs أو في كراسي متحركة لاحظ هذا كل الفاعل scientists in Japan have built إذن هذا الفعل بالمضارع التام present perfect a robot لاحظ to be دائما بعد to يأتي الفعل بصيغة المصدر مصدر فعل يكون هو be to be helper إذا مساعد مثل عندنا teach فقط نضيف لها er تصبح teacher إذا معلم مثل عندنا drive يقود driver سائق read يقرأ reader قارئ write يكتب writer كاتب وهكذا أيضا help يساعد helper مساعد for people للناس هو لاحظ اسم موصول يعني الناس الذين احنا نعرف هو من اذا كان في نهاية الجملة question mark علامة سؤال بهذا المكان اسم موصول هو بمعنى الذي scientists in Japan have built a robot to be a helper for people who are old or in wheelchairs. The robot can understand some words. It can walk, climb stairs, turn on the light, open doors, and carry things.
يمكن للروبوت understand أن يفهم some words بعض الكلمات. It can walk يستطيع أن يمشي. لاحظ it تعود على robot. Climb stairs يتسلق السلالم. Turn on the light يشعل النور. Open doors يفتح الباب. And carry things ويحمل الأشياء. لاحظ في عندنا أكثر قائمة أفعال. لاحظ لدينا قائمة أفعال walk, climb, turn on, open, carry. خمس أفعال. لذلك 1, 2, 3, 4, 5. ماذا نفعل؟ نقول and آخر فعلين نضع and اللي قبل نضع كما فاصلة. أيضا ممكن شخص يسأل لماذا لا نضع s للفعل؟ لأنه عندنا can. كان فعل سميه مودل فير فعل ناقص بعده الفعل يأتي بصيغة المصدر بدون أي إضافة. لو كان موجودة نضع it walks لكن خلاص it can walk بدون s. أيضا climb بدون s. turn on بدون s. لماذا عندنا can. The robot can understand some words. It can walk, climb stairs, turn on the light, open doors and carry things. أيضا لدينا ملاحظة. دائما عندما أحفظ مفردة أحاول أحفظ definition يعني تعريف الكلمة باللغة الإنجليزية. لماذا؟ أدرب لساني على التحدث باللغة الإنجليزية وأيضا يكون عندي مجموعة من الكلمات الجديدة. إذا من الأفضل أحفظ الكلمة وتعريفها باللغة الإنجليزية. مثلا inventor إذا المخترع. Person who is the first to make something يعني الشخص الذي يكون الأول ليصنع شيء ما. إذا نحفظ بهالشكل هذا أفضل ما نحفظ inventor مخترع. دائما الكلمة تكون في داخل جملة حفظها أفضل ليزيد من مخزون اللغوي. إذا inventor أحفظها person who is the first to make something بهذا الشكل. سوفا إذا أريكا. something you sit on شيء ما تجلس عليه. إذا سوفا something you sit on. reach يصل. be able to get to يعني تكون قادر أن تصل إلى. be able to. clean not dirty إذا clean نظيف not dirty ليس متسخا. surprise مندهش. to think something is unusual لتعتقد بأن شيء غير عادي أو غير اعتيادي unusual. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم. تكلمنا عن روبوتات في المشافي، روبوتات في المنزل. تعلمنا بعض المفردات وبعض الملاحظات القواعدية في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.